ما هلا فرح وصلنا لمحطتنا التالية ورح نحكي يمكن عن مشكلة بيعاني منها كثير من الأطفال والأمهات بالدرجة الأولى مع الأطفال بهي الفترة، وهي التهاب الأمعاء، وهو يمكن من أكثر المشاكل شيوعاً اللي بتواجه الأطفال بفترة الانتقال بين الصيف والشتاء، وخصوصاً مع تغير الحرارة، الدخول لوسط دافئ والخروج لوسط بارد أو العكس، بتنعكس هي الشيء فوراً على أجسام الأطفال يمكن بمنطقة الأمعاء بالذات. خلينا نتعرف على كيفية الوقاية والمؤشرات اللي بتدل على التهاب الأمعاء وكيفية العلاج، كل هالمعلومات رح يعرفنا عليها الدكتور ضيفنا معروف موصلي وهو اختصاصي بأمراض الأطفال. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك. اليوم لما نحكي عن التهاب الأمعاء، هو مرض كتير شائع بين الأطفال وبيسبب نوع من القلق عند كتير من الأمهات. خلينا بالبداية نعرف شو هو وإمتى، شو هي العوامل يمكن المؤهبة أو الوقت الفصول يلي بتساعد يمكن بهذا الشيء. حقيقة التهاب الأمعاء مثل ما تفضلتي واحد من أشياء الأمراض اللي بيتعرض لها طبيب الأطفال بعيادته أو بأي مكان عمل. الحقيقة ما في أي فصل محدد لالتهاب الأمعاء، هو بتشاهد بكل الفصول وبكل الأوقات، وبيعود السبب لتعدد الأسباب. يعني نحن بنشوفه بكل الفصول وكل الأوقات لأنه الأسباب متعددة. يعني احنا ما بدنا نقول فصل الصيف أكثر من شو؟ لا مو عبرة، بس أحيانا تختلف العوامل المسببة لهالحالة بين الصيف والشتاء بالعموم. طيب دكتور، يعني عادة الأمهات بتعرف التهاب الأمعاء بكلمات معروفة، أنه أخذ برد، نزل البرد على معدته، أو أكل شوبة فأجت الشوبة بمعدته، هيك بيعبروا. خلينا نعرف هل فعلا أي تغير هيك طقس على الطفل هو ممكن يؤدي لالتهاب الأمعاء، ولا هي إلى أسباب أكثر؟ يعني خليني أقول تفصيلا من هذا السبب. تمام. هلأ الخلط عم بيصير حقيقة بالأعراض، ربط الأعراض بالمسبب. الأعراض الأساسية هي الألم البطني والإسهال والإقياء. هدول الأعراض لما بتواجدوا الأم بتفكر أنه الطفل أخذ شوبة أو أخذ برد. حقيقة التعرض لهالتبدل الحروري، أو حتى أحيانا لما الطفل بيتناول مأكولات هيك يعني بشكل ملوثين. غير لا حتى لو ما كانت ملوثة، بس بشكل غير مضبوط، يعني خاصة إذا فيها سكريات كثير، رح تؤدي لهالاضطراب الهضمي اللي هو مغص، أحيانا شوية إقياء أو شوية إسهال، بس هاي الحالة معنى التهابية، بمعنى معنى إنتانية، ما في عامل ممرض أدى لهالمشكلة. العوامل الممرضة الأساسية اللي عم تعمل لي إنتان معوي أو التهاب أمعاء بالعامية هن إما الأمراض الفيروسية أو الجرثومية، وبحالات أقل العوامل الطفيلية مثل الديدان والزحار والجياردية إلى آخره. فإذا بدنا نركز على العوامل الإنتانية اللي هي الفيروسات والجراثيم وحتى الطفيليات، هون اختلف الموضوع، لأنه الأعراض هون صارت أشد شوي، عادة بتترافق مع ترفع حروري، حتى صفات الخروج عند الطفل بتتبدل، ممكن تكون مائية جدا، ممكن تكون مائية مخاطية، وأحيانا مدمات فيها أثر من الدم. فهذا شيء مختلف عن أنه الطفل تعرض لشوية برد أو بالعكس مثلا شوية شوب. دكتور، خلينا نحكي عن الإسعافات الأولية اللي ممكن الأم تقوم فيها قبل يمكن ما يتطور الشيء، وحتى نحتاج طبيب أو نحتاج لأدوية فعلا، لأنه في مرحلة التهاب الأمعاء بنشوفها عم تكون على مدار أيام عديدة، مو يوم واثنين وخلص. هلا الخطوة الأولى إنه الأم تحاول تسيطر على الإقياء إذا كان موجود. أنا بشوف إنه الإقياء من أسوأ الأعراض اللي ممكن يتعرض لها الطفل، إنه وجود الإقياء مع إسهال، فهذا الطفل ممكن يتعرض لحالة التجفاف خلال ساعات أو خلال يوم أو يومين. فنحاول نسيطر على الإقياء من خلال استخدام مضادات الإقياء المعروفة. ريثما طبعاً بالنهاية الأم تراجع طبيب الأطفال المتابع لحالة الطفل، لأنه كتير حالات بيكون سبب الإقياء والإسهال ما هو إنتان معوي. فما نلجأ مباشرة لأدوية الصادات الحيوية أو ما يسمى بالمطهرات المعوية، لا، نسيطر على الحرارة، نسيطر على الإقياء من خلال استخدام مضاد الإقياء، ريثما راجع الطبيب. هو بالنهاية بيقرر هالحالة شو حياتها، هي فعلا إنتان معوي ولا لا حالة أخرى، مثلا مثل حتى الإنتان البولي ممكن يعمل لي إسهال عند الأطفال، التهاب اللوزات القيحي الشديد بيعمل حرارة شديدة مع إقياء وإسهال. فما نخلط الأمور، راجع الطبيب هو اللي بيقرر. نعم. طيب دكتور، أوقات كتير مثل ما قالت سيدات فوراً بتباشر بالعلاج،
نجيب مطهر معوي وبعطيه اكلات بتمسك المعده مثل ما بيقولوا، وخافت حراره وخلاص 3 ايام وبينتهي الموضوع. هل هذا الشيء مزبوط؟ وخليني اقيس الوقت، يعني دائما الاسهال اذا استمر حتى مع دواء بعد 3 ايام هذا طبيعي؟ يعني في مؤشرات انتم بتدرسوها دائما مع خليني اقول الام او العائله اللي عم تراقب الطفل المصاب؟ تمام. هلا موضوع الحميه الغذائيه هو عامل اساسي بالعلاج. طبعا الام فينا يعني تباشر مباشره بالحميه، استخدام المواد الغذائيه اللي بتخفف من عدد مرات الخروج عند الطفل. هلا عوامل الخطر برجع بقولك انه موضوع التجفاف بشكل اساسي، هي الام بس بلشت تلاحظ انه الطفل عدد مرات الخروج اكبر من كم، يعني عم يطلع كميات من الخروج اكثر من كميه السوائل اللي الطفل عم يتقبل انه ياخذها، هون لازم تبلش تحس هي بخطر، خاصه لما يبلش عنده كميه التبول تقل، بلش يصير عنده جفاف او قله بكميه الدمع وكميه اللعاب الموجوده بالفم. ما بحب انا دائما اعتمد اعتمد على خبرة الأم، أحيانا الأمهات من قلقها وتوترها ما بتقدر الوضع بشكل دقيق، لهيك نمضي الساعات الأولى من المرض ريثما نراجع الطبيب اللي هو بيقدر الحالة. الأمراض الفيروسية بالنسبة لمدة الإسهال، الأمراض الفيروسية الرشحية اللي بنشوفها هلا نحن عادة بالشتاء اللي هي الرشوحات الشتوية، كثير أحيانا بترافق عند الأطفال بإسهالات مدتها طويلة، ممكن تاخذ من 5 إلى 7 أيام وأحيانا 10 أيام. حيث هي الإسهالات نادرا ما تكون خطيرة، نادرا ما نحتاج فيها لأدوية صادات حيوية، نادرا ما نحتاج فيها لسوائل وريدية بمشفى، ممكن نوصل بس هي حالات كتير نادرة. الرشوحات الهضمية اللي هي بتترافق مع الرشوحات التنفسية المعروفة عادة بتطيب لحالها من خلال الحمية الغذائية والإكثار من السوائل والأملاح، خاصة مية الشوارد والأملاح. أما التسممات الغذائية أو تناول الأطعمة الملوثة بالجراثيم، هون الموضوع شوي أصعب، وهون بقى خبرة يعني تقييم الطبيب للحالة هو الأهم، حتى يعني يعرف يستخدم الصاد الحيوي المناسب لعلاج الحالة الإنتانية الجرثومية. هون اختلف. تمام دكتور، اليوم كثير من الأمهات بيسألوا كيف فينا نحمي أولادنا ما يفوتوا بهي تجربة المرض قدر الإمكان. هلا مثل ما بنقول سلمى الولد بده يمرض أكيد حيمرض، بس كيف نحن فينا نخفف ونحمي قدر الإمكان بأساليب وقائية معينة؟ تمام، دائما الوقاية خير من قنطار علاج مثل ما تفضلتي. النظافة، نظافة الإيدين، أنا دائما بشوف غسل الإيدين دائما بشكل يعني متكرر قبل تناول الطعام هي عادة حلوة لازم نحن نتعلمها ونعود أولادنا عليها، وخاصة كمان موضوع الخروج من المرحاض بعد ما الطفل يقضي حاجته، كمان نأكد على الطفل ونعلمه أنه هذا الموضوع ضروري، موضوع غسل الإيدين. غالب الأمراض تنتقل بهي الطريقة عن طريق الإيد الملوثة. أما الرشوح هي تنتقل عن طريق الهواء، هي الوقاية منها حقيقة صعب نتيجة الاختلاط، ممكن بطفل شوي مرشح ينقل العدوى لطفل ثاني أو حتى لحدا كبير، وبالتالي هالرشح رح يؤدي لإسهال فيروسي. القضية الثالثة اللي هي موضوع الطفيليات الهضمية تنتقل غالبا عن طريق المياه الملوثة أو الخضروات الملوثة، أو يعني بمعنى المسقية بمياه ملوثة. هون الوقاية عن طريق الغسل الجيد للخضروات المتعارف عليه. كمان دكتور يعني خلال هاي الفترة، فترة وجود طبعا فيروس كورونا المتواجد معنا وثابت رح يضل متواجد ما بنعرف لإمتى، كتير من الأمهات بيصير مع الطفل أعراض مثل هضمية. ما قلنا هضمية، وبتتوقع أنه هو التهاب أمعاء أو هو يمكن أخذ برد أو ولكن هو بعد فترة بيطلع أنه لا هذا فيروس كورونا ولكن إجت أعراضه هضمية. شو المؤشرات الفيصل اللي أنتم بتقدروا من خلال طبعا فحص الطفل تعرف؟ تمام، هلا انه مؤشر قاطع يفصل بين فيروس كورونا وفيروسات رشحيه اخرى كثير صعب حقيقه، ولكن بالممارسه لاحظنا انه فيروس كورونا هو بالنهايه فيروس رشحي مثل اي فيروس رشحي ممكن يصيب الانسان، ولكن لما عم يصيب الاطفال الصغار الانماط المتحوره الجديده حيث عم تترافق مع ترفعات حروريه شديده جدا معنده عم تستمر عاده من 3 إلى 5 ايام من دون أعراض رشحية صريحة، ممكن يكون في شوية احتقان بسيط بالبلعوم مع إسهالات. هلا الإسهالات تختلف من طفل لآخر بشدتها، فما عم يكون في حقيقة يعني فاصل قطعي إلا إذا كان في قصة صريحة بالجوار، يعني بتقول لك الأم دكتور أنا
كنت مصابه بفيروس كورونا من حوالي اسبوع 10 ايام، او والده للطفل كان مصاب، ونحن او احتكينا مع ناس بالغلط مصابين من عارفانين، وخلال 3 لـ4 ايام بلشت تظهر اعراض عند الطفل. هون الشك الاول هو كورونا حتى يثبت العكس. هون الشك الاول هو كورونا حتى يثبت العكس، اما انه اعراض صريحه قاطعه تجزم انه هذا فيروس كورونا بحيث كثير صعب من خلال الفحص السريري. الا اذا كان الموضوع مترافق بشكل واضح، مثلا التهاب اذن وسطى قيحي، التهاب لوزات قيحي، هون مبدئيا نستبعد كورونا لانه في حاله جرثوميه واضحه سببت الحراره والاسهال عند الطفل. نعم، اكيد بدنا نشكرك دكتور، كل الشكر على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبنتمنى اكيد الصحه والعافيه لكل الاطفال. شكرا لك. شكرا لاستضافتكم.